النهارده المؤتمر بتاعنا هو حاجة فريدة من نوعها، أول مرة تقريبا يتم طرح الكلام ده كله في مجال صناعة الدولة المصرية. بداية المبادرة مش وليدة النهارده، احنا بقالنا حوالي 3 أشهر بنشتغل على المبادرة دي. صالح المريض المصري هو صاحب المصلحة الحقيقية. من بدايات الإعلان عن ظهور أدوية الفيروسات الكبديلية في العالم حوالي سنة، مركز المصري لحقن في الدواء اهتم بالموضوع دوت تحديدا، لأن نسب الإصابة في مصر زي ما كلنا عارفين بتشكل حوالي 22% من تعداد الشعب المصري حسب رقم منظمة الصحة العالمية. احنا عارفين فيروس سي هي وصمة عار على جبين مصر للأسف الشديد. احنا الخارطة العالمية رقم 1 على مستوى العالم بالنسبة لفيروس سي، للأسف الشديد احنا رقم 1 برضو نسبة الإصابة السنوية، من كل 2 إلى 6 أشخاص لكل 1000 من عدد السكان عن بيجوا سنويا إصابة جديدة فيروس سي، يعني من 180,000 ل 540,000 إصابة سنوية فيروس سي. مشكلتنا دايما احنا بنتعامل مع اي قضيه بنتعامل معاها بشكل عاطفي، يعني اذا دعا الرئيس وقال انا عايز الشركات تتكاتف وتعمل لي تعالج لي مليون، كل شركه تطلع تقول انا عايز اعمل. طب هو السؤال، هل هذه الشركات فعلا قادره تعالج مليون مريض؟ هل علاج مليون مريض يحتاج 20 مصنع؟ احنا حسبناها لان محتاجين 112 مليون قرص، دولت ينتجوا في اي مصنع من المصانع المحترمه خلال 3 شهور عن طريق مكنة كبس واحدة ومكنة تغليف. إذن القضية بالنسبة لنا ليست قضية مصانع عديدة تعرض الخدمات. هو مؤتمر النهاردة الحقيقة اتعمل استجابة فورية للدعوة اللي أطلقها أو المبادرة اللي أطلقها رئيس الجمهورية، ودعا فيها إن هو يرغب في علاج مليون مريض مصري بعيدا عن البروجرام اللي ماشي في وزارة الصحة، وطلب إنه حد يعني يقترح أو أي حد ممكن يقترح توفر دواء جيد بسعر يكون مختلف تماما عن الأسعار الموجودة حاليا. جميع الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سي سهلة التصنيع جدا جدا عكس زمان، يعني دواء زي الانترفيرون اللي هو كان يعالج 20% بس من الحالات كنجاح، نسبة نجاحه 20%، غالي جدا وبيتعامل بطريقة بيولوجية عالية جدا تقنية حيوية، وبالتالي فشلت جميع الشركات المحلية أنها تقلده. فطبعا شركة كبيرة زي روش سيطرت على هذا الدواء لمدة 30 سنة، لكن النهاردة الحمد لله الأدوية الجديدة اللي بتجيب نسبة فوق 95% سهلة التصنيع.